مساء الخير على حضراتكم جميعا اللي بيشاهدوني دلوقتي لايف على صفحة الأكاديمية المصرية البريطانية للتعليم في لندن. مساء الخير على حضراتكم جميعا. أولا بحب أقول لكم كل سنة وإنتوا طيبين. العيد يعني عيد الرأس السنة جاي إن شاء الله، أو سنة جديدة علينا 2022. بتمنى لكم جميعا الصحة والعافية والسلامة في السنة الجديدة إن شاء الله. انا النهارده من اسباب ان انا هطلع اتكلم في اللايف ده، الحقيقه موضوع هزني جدا جدا، وانا اتفقت معاكم ان احنا ممكن بنطلع لايف وبنتكلم في مواضيع تهمكم جميعا وتهم المجتمع، وبتبقى هي ترند في المشاكل المجتمعيه اللي احنا بنعاني منها في مصر او الدول العربيه، واللي انا بعتقد ان ايفينشوالي بترجع للتربيه وايضا التعليم. احنا في اللايف اللي فات لو تفتكروا اتكلمنا عن الاطفال الابرياء اللي توفوا في حادثة، ابن راجل اعمال شهير دسهم بعربيته وتوفوا، واتكلمنا عن الموضوع ده وقلنا ان ده بيرجع طبعا لعدم فهم للاسلوب التربية السليم بالنسبة لاطفالنا والتعليم السليم وعدم قيام البيت ولا المدرسة بدورهم الحقيقي اللي هو مفروض يقوموا بيه للتربية والتعليم. طيب النهاردة هنتكلم على ايه وليه هالة طلعت النهاردة، غير انها تقول لكم كل سنة وانتوا طيبين وربنا يا رب يعيد عليكم دايما الايام بخير وسنة سعيدة على مصر الامة العربية كلها. هقرأ لكم الخبر اللي هزني وخليني اطلع اتكلم معاكم، لانه برضو من الحاجات المهمة قوي اللي احنا لازم نصحصح لها واللي احنا مش واخدين بالنا منها، واصبح اسلوب التعامل يعني ماشي حاله زي ما تعودنا عليه، محدش بيفكر ويقف ويقول ده بيحصل ليه. هقرأ لكم الخبر. الخبر زميلة نور. نور ده موظف موت نفسه. بتقول نور موت نفسه بسبب ضغط الشغل والديون. شوفوا بقى اللي بتقوله واللي أكثر ألما. المدير رفضه عشان يحرمه من البونص. كان مديون ب15,000 جنيه. المدير بيعاملنا في الشغل زي الخرفان في الزريبة. دي كلام زميلة نور الله يرحمه. كان مريض بالسكر وما بيعرفش يدخل الحمام. انتحر من الدور الثالث علشان يتأكد انه هيموت. المديرين بترفض الموظفين قبل نهاية السنة علشان تاخد البونص بتاعهم. كان مديون للسوبر ماركت ب1,000 جنيه ورفض يديله اكل لعياله قبل ما يسدد اللي عليه. طبعا انا معرفش كلام زميلة نور ده to what extent it's accurate، يعني لقد ايه الكلام دوت مظبوط، ولكن لو الكلام ده صحيح او في جزء من الصحة، ما فيش واحد يا جماعة بيطلع يموت نفسه كده يرمي نفسه لله لله. اكيد الانسان ده وصل لمرحلة من اليأس ومن التعب انه بينتحر، لان اغلى حاجة عندنا حياتنا وارواحنا. لما احنا حياتنا وارواحنا بسهولة كده ممكن نخلص منها وننتحر بسبب الديون وبسبب الازمات المالية، يبقى فيه مشكلة. فواضح ان نور كان عنده مشكلة مع القيادة في المكان اللي هو بيشتغل فيه، وانا مش عايزة اذكر اسم المكان لان احنا مش الهدف الحقيقة ان احنا نسوق سمعة حد، ولكن في نقطتين هنا انا عايزة اتكلم معاكم فيها. النقطة الأولانية، واضح تماما إن نور كان بيعاني من توتر وضغط نفسي رهيب. خلوا بالكوا التوتر العصبي والنفسي بيؤدي إلى أشياء سيئة جدا. يعني اللي قروا في الأبحاث وأسباب التوتر النفسي أو الاسترس والبريشر at the workplace بيؤدي لحاجات كتيرة قوي، يمكن أولها أو أخفها إن أنا مش عايز أروح الشغل، انا مش بحب الشغل، انا قرفان وانا رايح مجال العمل، مش عايز اشوف حد في الشغل، وممكن اخطرها تكون ان هو عملية الانتحار زي ما نور انتحر. طيب معنى كده ان التوتر العصبي والضغط النفسي في مجال العمل ممكن بتكون له نتائج سلبية، ان هو قد يؤدي للمرض، قد يؤدي للاكتئاب، قد يؤدي زي ما احنا شايفين للانتحار. يبقى رسالة لكل موظف وموظفة، لازم نعرف نتعامل ازاي مع التوتر النفسي والضغط العصبي اللي موجود في مجال العمل.
ما فيش مجال عمل ابدا ما فيهوش توتر نفسي ولا ضغط عصبي. ده استحالة هيكون مجال عمل، هو طبيعة المجال العمل، لان طبعا بنبقى كلنا under pressure او ضغط ان احنا نخلص المطلوب مننا ونشتغل بكفاءة عالية جدا. بيبقى في ناس فوق ناس بيحاسبوهم، بيعملوا monitoring و observation للي هم بيقوموا بيه. في بعض الناس ما بتتحملش الضغط النفسي والعصبي ده، في بعضهم بيروح على مهدئات، في بعضهم بيجيله اكتئاب، في بعضهم بيتغيب من مجال العمل، وفي بعضهم زي ما شفنا في الحالات الاكستريم بتؤدي الى الانتحار. يبقى اول حاجة لازم نعرف اسباب التوتر النفسي والضغط العصبي اللي كتير بيمر بيه في مجال العمل، بغض النظر بقى عن نوعية مجال العمل ده، سواء انا بشتغل في مدرسة، سواء انا بشتغل في بنك، بشتغل في شركة، بشتغل في سوبر ماركت، كلنا بنشتغل في اماكن عمل، مستشفى مختلفة، وكلنا بنكون تحت ضغط نفسي. يبقى لازم نتعلم ازاي نقلل التوتر النفسي والعصبي ده علينا. ان شاء الله باذن الله يوم 28 ديسمبر انا عامله لكم ندوة مجانية completely free of charge للي عايز يعرف ازاي ان احنا نتغلب على التوتر النفسي والضغط العصبي في مجال العمل. اتمنى كل اللي بيسمعوني دلوقتي من خلال صفحة الايبا ان هم يكونوا معانا ان شاء الله، اللي هو بكرة باذن الله الساعة 9 مساء توقيت القاهرة، ان احنا ندخل ونتكلم ونشوف ايه اسباب التوتر النفسي والضغط العصبي ده، وازاي ان احنا نقدر نتغلب عليه او نعمل فيه استراتيجيات ان احنا نقلل منه. دي اول نقطة خاصة بالموظف، ان هو يشوف طرق ان يقدر يتغلب على التوتر النفسي والضغط العصبي اللي بيجي عليه من الشغل او من ضغط العمل، وممكن بيفسد حياته كلها، وفي النهاية ممكن يضحي بالحياة دي. في جانب تاني للعملة زي ما بيقولوا the other side of the coin، القيادات للأسف الشديد احنا عندنا قيادات كثيرة جدا جدا في مجالات عمل مختلفة، سواء شركات، سواء سوبر ماركت، سواء مدارس، سواء جامعات، بنوك، مهماش up to الجوب اللي هم بيقوموا بيه. مش عارفين يعني ايه قيادة، مش عارفين يعني ايه ادارة، مش عارفين يعني ايه واجبات الاداري او واجبات القيادي قبل ما يجوا يتكلموا على واجبات الموظفين والموظفات. احنا فاهمين القيادة بطريقة غلط. يعني انا بفتكر الله يرحمه فؤاد المهندس كان يقول انا المدير. هو 90% باللي بيقوموا بادوار قيادية او ادارية في بلادنا هم فؤاد المهندس بيبرموا شنباتهم ويقولوا انا المدير، ويبرقوا ويزعقوا ويشخطوا ويصرخوا ويصرخوا ويهددوا، وفاكرين ان هم بالطريقة الطرد والعقاب والتهديد والزعيق ان هو كده هيكون اداري ناجح، ويقول لك ده ما بيجوش الا بالدقة على دماغهم، لازم اديهم على دماغهم علشان يحترموني ويعملوا اللي انا عايزه. مش شرط، اولا في الاول هم مش هيحترموك، هم هيخافوا منك، بس شوية بشوية هيتجرأوا عليك وهيهنوك تخسر الكريديبيليتي بتاعتك وهيبتك قدامهم. فالقيادات في القرن 21 في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده لا هي شخط ولا نطر ولا اذلال للموظف والموظفة، لان في قاعدة مهمة قوي لازم كلنا نفتكرها. لو انا عايزة اخلق الانتماء الحقيقي للعميل لمجال العمل، لازم اخلق الاول انتماء الموظف لمجال العمل ده. ما اقدرش ان انا انجح فعلا في السوق والموظفين متضايقين، متوترين، عندهم ضغط نفسي وضغط عصبي. مش معناه بقى انك تدلع، ومش معناه انك برضو تطبطب، لا، يبقى الإدارة لا هي دلع ولا هي طبطبة، لكن ايضا لا هي زعيق ولا قلة ادب ولا تبريق ولا تجعير ولا إهانة للبشر اللي موجودين معاك في مكتبك او في مجال العمل. لازم نفهم المعنى الحقيقي للإدارة والمعنى الحقيقي للقيادة، لان القيادة عليها مسؤولية اكتر من مسؤولية الموظفين والموظفات اللي بيشتغلوا في مجال العمل. عليها مسؤولية ان هي تحمسهم، انها تحفزهم، انها ترعاهم، انها توفر لهم السيستم الحقيقي اللي يشتغلوا بيه ويقدروا ينجحوا بيه.
عليها مسؤولية إنها تشاركهم المشاكل وتحاول تديهم الطاقة والباور إن هم يحلوا المشاكل قبل ما تتفاقم وتوصل للوصل لنور لمرحلة الانتحار. لازم القيادة كمان عليها دور أهم، إن هي زي ما بنقول تبقى رول موديل leading by example، إنها تبقى قدوة. يعني ما بقاش أنا صاحب شركة واروح وقت ما أنا عايز واخرج وقت ما أنا عايز واصحى وقت ما أنا عايز وأنام وقت ما أنا عايز واجي أقول للموظف أنت الساعة 10 بالدقيقة تكون في المكتب وما تمشيش دقيقة قبل وقتك. طب أنت بتعمل إيه؟ مفروض جدولك ده جدول عمل، يبقى كل اللي في الأورجنايزيشن عارفين أن سيارة المدير ده ليه مش موجود في وقت العمل. هل هو بره في ميتنج؟ هل هو بيحضر مؤتمر؟ هل هو رايح يعمل صفقة؟ يبقى معنى كده وقت العمل مش معنى انك انت صاحب عمل انك تعمل اللي انت عايزه في وقت العمل، انك تروح وقت ما انت عايز، مرة تروح الساعة 5 الصبح ومرة تروح لهم الساعة 4 الظهر، لا هم عارفين موعد لدخولك ولا عارفين موعد لخروجك. اتحولت الشركة لبقالة، وتيجي انت بعد كده تقول للموظفين ده انتوا لازم تيجي في ميعادكم وتمشوا في ميعادكم ولازم تشتغلوا. طب ما انت تبدأ بنفسك الأول، هل انت بتشتغل؟ هل انت بتروح في ميعادك؟ هل انت بتمشي في ميعادك؟ هل هم عارفين في وقت العمل حضرتك متواجد فين؟ ده وقت العمل، ما تعملش فيه اللي انت عايزه وتفتكر نفسك ان دي عشان شركتك ولا انت عشان رئيس قطاع ولا المدير، تعمل اللي انت عايزه. ده معناه ايه يا جماعة؟ معناه ان في مفاهيم كتيرة مغلوطة، وطريقة الإدارة والقيادة لناس كتيرة جدا في بلدنا، مش هقول كلها عشان ما ظلمش حد، طريقة متخلفة، طريقة متخلفة تنم عن جهل إداري وجهل قيادي. إحنا هنا في الغرب أو في إنجلترا ما بنقولش أبداً إن في موظف أو موظفة فاشلة، لكن في إداري فاشل وفي قيادي فاشل. ففشل ونجاح أي مؤسسة أو أي شركة أو أي بنك أو أي جامعة أو أي مدرسة بيعتمد على اللي فوق، بيعتمد على المدير أو القيادي اللي موجود في هذا المكان. فهو اللي يقدر برؤيته وبإرادته وبطريقة إدارته ينجح المكان ده أو يفشل المكان ده. يبقى إحنا العبرة اللي خدناها من قصة نور الله يرحمه، أنا يعني أسفت جدا إن ده يبقى الترند اللي موجود دلوقتي على السوشيال ميديا، إن إنسان فقد حياته بسبب التوتر النفسي والضغط العصبي اللي هو كان عايش فيه في مجال العمل، وأيضا بسبب سوء الإدارة وسوء القيادة اللي أدت في النهاية إن راجل في عز شبابه يسيب أطفاله ويسيب أسرته ويضحي بحياته. ده شيء مؤسف وشيء محزن، وأكيد في كتير زي نور بيفكروا يبقوا يعملوا زيه. بقول لهم ما تعملوش زيكم، زي نور، الحقوا نفسكم، اعرفوا ايه الطرق والاستراتيجيات اللي تهديك. مفيش حاجة تستاهل ابدا انك تضحي بحياتك وانك تنتحر وتسيب اسرتك وتسيب اولادك. هتخسر الفلوس دلوقتي هتجيلك بعدين، لكن لما تخسر حياتك عمر حياتك ما هترجع لك. وارجع اقول للناس اللي قاعدين بيديروا الشركات وبيديروا البنوك وبيديروا المستشفيات وبيديروا المؤسسات وبيديروا الوزارات، انتم ما عندكوش معظمكم اي فكرة عن القيادة والادارة الحقيقية. لازم نعرف يعني ايه قيادة، ومش عيب على فكرة ان احنا نتعلم، مش عيب ابدا ان انا لو ما عنديش مهارات الادارة والقيادة وانا مدير شركة او مدير بنك او مدير مدرسة او مدير مؤسسة ان انا اروح اخد دورات تدريبية، بس اخد دورات تدريبية حقيقية للقيادة والادارة بمفهومها السليم، بمفهومها السوي، بمفهومها الصحي. ما خدش نظريات اعلقها وشهادة احطها من برنامج تدريبي وانا اصلا مش عارف ازاي استخدمها. يبقى لازم ان احنا نطور نفسنا في طريقة العلاقة ما بين الموظفين والقيادات والادارة. ده مهم جدا، وخصوصا يا جماعة بعد الكورونا. الكورونا غيرت الدنيا كلها، واصبحت الايموشنال انتليجنس والذكاء العاطفي والعلاقة الانسانية بين الاداري وبين القيادي وما بين اللي بيشتغلوا معاه مش عنده، خلوا بالكم، مهم قوي قوي، وهي دي اللي بترسخ اساس النجاح للمؤسسة او فشلها. انا اسفة جدا ان نور فقد حياته، يمكن لو كان يتكلم معانا قبل ما يعمل اللي هو عمله ده كنا ممكن نساعده، نقول له انت التوتر النفسي والعصبي اللي وصلك لمرحلة الانتحار ده
كان ممكن نخفف من عليه، لكن واضح ان كل حاجة كانت جواه وما كانش بيتكلم ابدا مع حد. ولما راح لمدير المؤسسة اللي هو بيشتغل معاها لقى كل الابواب اغلقت في وشه، كلوز دورز كلها، ومعرفش للأسف الاداري والقيادي ده، لانه ما تعلمش يعني ايه ادارة وما تعلمش يعني ايه قيادة، للأسف الشديد كان السبب في ان انسان فقد حياته وانتحر. وارجع اقول للأسف الشديد، لو بنبص ده انتحر لإيه؟ ل15,000 جنيه ولا عليه ديون 1,000 جنيه من سوبر ماركت، كلها في النهاية ملاليم، حتى لو كانت ملايين أبدا ما تسواش عمر إنسان. أنا معرفش طبعا حضراتكم في أي أسئلة ولا لا، أنا مش شايفة أي حد بعتلي أي حاجة على التشات، ولكن أنا بعتبرها قصة حزينة ضربت المجتمع المصري في قلبه الحقيقة. كنا بنتكلم الأسبوع اللي فات على الأربع أطفال يا حبايبي اللي فقدوا حياتهم بسبب شاب مستهتر مهمل ضربهم بالعربية، والنهاردة بنتكلم على موظف شاب له أسرة وله أطفال انتحر لسوء الإدارة وسوء القيادة، وأيضا للتوتر النفسي والعصبي اللي الإدارة والقيادة ومجال العمل ده كانوا السبب فيه. خلي بالنا جميعا، لازم نتعلم، التعلم مش عيب، اللي ما يعرفش حاجة لازم يبحث عن حل، لازم يتعلم، لازم يعلم نفسه، long life learning will have to learn how to learn، ازاي نتعلم ازاي نتعلم، ما فيهاش اي مشكلة، اللي ما يعرفش يتعلم ويتعلم صح عشان يقدر يدير صح، ويقدر علاقاته الإنسانية مع اللي بيشتغلوا معاه تكون علاقات سوية وعلاقات محترمة وقبلها علاقات مهنية. شكرا لحضراتكم، شكرا لإنصاتكم، وكل ما هيحصل حاجة في المجتمع أنا هتهزيني هرجع واتكلم معاكم فيها، لأن كلها رجعة للتربية وللتعليم. لو هم كانوا اتعلموا إزاي يقللوا التوتر النفسي والضغط العصبي، لو المدير كان اتدرب مظبوط وخد التعليم السليم اللي يجعل منه إداري وقيادي ناجح متفهم لاحتياجات الموظفين، يقدر يشتغل معاهم، يقدر يساعدهم على حل مشاكلهم، ما كانش الأربع أطفال اتقتلوا الأسبوع اللي فات، وما كانش نور انتحر الأسبوع ده. شكرا لحضراتكم، وأتمنى لكم سنة سعيدة، وإلى اللقاء في لايف آخر مع حاجات بتمس المجتمع المصري جميعا، بتمسنا جميعا، ونحاول إن احنا نناقشها بمنتهى الوضوح والحيادية والصراحة. كل سنة وانتم طيبين، 2022 يعيدها الله علينا جميعا بالخير والصحة ويزيل الغمة بإذن الله. اصبحوا على خير.